أهلا بكم أصدقائي صديقاتي في حصتنا اليوم على في نشيد إزرع الوحدة الرابعة الأسبوع الرابع مجال الفلاحة والصناعة والتجارة نص شعري. هيا نبدأ. إزرع 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 أربع مرات. إزرع 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 كل مثلا للعالم أجمع. إن قطع الغير غرسة أو قتل الطير يكفي أنك نبع الخير. وحياة من كفك تطلع. إزرع 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 خضرا أو أزهار في شرفة أو سطح الدار. راقب أطوار تحولها تملك كنزا من أسرار. اغرس بذرة تصبح شجرة تكبر وارثة الأغصان. قرب الشجرة اغرس شجرة يضحك من أمامك بستان. يضحك من حولك بستان. يضحك من أمامك بستان. لا ليس من أمامك. من حولك بستان. من حولك بستان. قصيدة شعرية رائعة لإبراهيم عبد الله إبراهيم العالي. أغفر. لا مكنش أغفر عزيزة علي نعودها. واحد اثنان ثلاث وبدون رفع الصوت. إزرع 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 كن مثلا للعالم أجمع. لا تيأس إن قطع الغير غرسة أو قتل الطير يكفي أنك نبع الخير. وحياة من كفك تطلع. إزرع 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 خضرا أو أزهار في شرفة أو سطح الدار. راقب أطوار تحولها تملك كنزا من أسرار. اغرس بذرة تصبح شجرة تكبر وارفة الأغصان. قرب شجرة اغرس شجرة يضحك من حولك من حولك بستان. ياسمين عندك سنتين. نعيدها مرة ثالثة. نعم. واحد اثنان ثلاثة. ازرع 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 كن مثلا للعالم أجمع. لا تيأس إن قطع الغير غرسات أو قتل الطير يكفي أنك نبع الخير. وحياة من كفك تطلع. ازرع 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 خضرا أو أزهار في شرفة أو سطح الدار. راقب أطوار تحولها تملك كنزا من أسرار. اغرس بذرة تصبح شجرة تكبر وارثة الأغصان. قرب شجرة اغرس شجرة يضحك من أمامك بستان. إلى اللقاء أصدقائي في أخوتي القادمة. ادقوا على الجرس وفعلوا الجيم وليصلكم كل جديد. Au revoir mes amis.